السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج نقاط. كالعاده نناقش ثلاثه محاور. في المحور الاول نواصل النقاش عن خطوره التطييف الذي تمارسه ميليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها، بالحديث عن واجب الاباء تجاه ابنائهم وحمايتهم من خطوره التثقيف الطائفي الذي تقدمه الميليشيا في مراكزها الصيفيه. أما في المحور الثاني، في هذا المحور نناقش الجهود المبذولة لمواجهة خطورة الألغام وما يجب فعله للحد من مآسيها. وفي المحور الثالث نناقش واجب الحكومة الشرعية تجاه الأطفال والطلاب على الأقل في مناطق سيطرتها وما يمكن القيام به تجاه منهم في مناطق سيطرة الميليشيا. بشكل ممنهج تستميت قيادات ميليشيا الحوثي في مسخ أجيال بأكملها، إذ تخصص أو تضعهم أو تخضعهم لدورات إعداد وتربية وتعليم طائفي. يتحدث الحوثيون عن أرقام مهولة للطلاب والأطفال الذين يتم استيعابهم في الدورات الثقافية الطائفية من خلال المخيمات الصيفية. وفي الأثناء تثار الأسئلة عن دور الآباء وأولياء الأمور لحماية أبنائهم من خطر التشيع والتطييف المذهبي، وما الممكن في هذا السياق فعله لإنقاذ الأبناء من مصير التفخيخ الفكري. نناقش هذه التساؤلات وغيرها بعد أن نتابع سويا هذا الاستطلاع. الواجب على أولياء الأمور في مناطق سيطرة الميليشيات حماية أبنائهم من هذه الدورات، من هذه المراكز الصيفية التي تزعمها ميليشيا الحوثي. هي ليست ما هي إلا تمهيد لانتقالهم إلى جبهات القتال ومن ثم فقدانهم بالمرة. يجب على أولياء الأمور الحذر من هذه المراكز والتوعية. معركتنا مع ميليشيا الحوثية معركة وعي في المقام الأول. يجب الانتباه والتركيز خلال الفترة القادمة من هذه المراكز الصيفية التي تشكل خطرا وتشكل قنابل موقوتة مستقبلا، سواء لليمن أو الميليشيات التي لم تخلو منها بيت من ضحاياها، وخاصة من خريجي هذه المراكز. سماح لأبنائهم بالذهاب إلى المراكز الصيفية التي تعمل على تعبية عقول أبنائهم بالأفكار الطائفية والمناطقية والمعلومات المغلوطة. هناك أساليب تستخدمها الميليشيات الحوثي من أجل الضغط على الآباء للذهاب أبنائهم إلى المراكز الصيفية، مثل عدم الغاز، إعطاهم الحصص من الغاز أو تسجيلهم في سلة الغذائية، توهم أنهم بتسجلهم في سلة الغذائية إذا حضر أبنائهم المراكز الصيفية كما حدث في إب. ثانيا لابد من مراجعة الدروس وكتب الأطفال عند العودة إلى البيت وتصحيح المعلومات التي يتلقونها. اليوم ميليشيات الحوثي تستخدم كل الوسائل من أجل إخضاع أطفال اليمن لهذه الأفكار الطائفية المناطقية السلالية المذهبية. على الآباء أن يحذروا من هذه الأفكار الدخيلة على المجتمع اليمني. سيكون هناك بالمستقبل قنابل موقوتة، وهي تلك الأفكار التي تحاول اليوم ميليشيات الحوثي زرعها بهذه الشريحة من الأطفال، هم كصفحة بيضاء. تابعنا مشاهدينا هذا الاستطلاع. أذهب للترحيب بضيفي، سينضم إلينا سيد عبد الرزاق الحطامي إعلامي تربوي. أرحب بضيفي سيد عبد الرزاق، بداية مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. سيد عبد الرزاق، نتحدث اليوم عن وسائل التطييف التي تستخدمها ميليشيا الحوثي والمتمثلة في المخيمات الصيفية والتي تستهدف بدرجة رئيسية وبشكل مباشر الأطفال. هنا يعني تتحدث الجماعة عن أرقام كبيرة تم استيعابهم في المخيمات الصيفية هذا العام، ونتساءل أنتم كيف تنظرون لدورات التطييف التي يتم إخضاع الطلاب والأطفال لها من خلال هذه المخيمات؟ طبعا الأرقام التي أوردتها ميليشيات الحوثي عن ارتفاع عدد الإقبال وحجم الإقبال على المراكز الصيفية هو جاء بعد يعني مؤشرات انخفاض هذا الإقبال في هذا العام تحديدا قياسا بالسنوات السابقة. هناك في مناطق سيطرة الحوثيين لدى الآباء وأولياء الأمور وعي تراكمي ومعايشة لمخرجات المراكز الصيفية
التي ارتدت عليهم ضررا بالغا وخاصة على الأسر وعلى المجتمع ككل. الحالة من الاستنكاف الضميري لدى أولياء الأمور، الشعور المتأخر بذنب التخلي عن أبنائهم فريسة سهلة وسائقة لدى الحوثيين، ومن ثم أعتقد أنه هذا العام واجهت ميليشيا الحوثي صدمة ما من خلال انخفاض حجم الإقبال على عكس ما تروج له آلتها الإعلامية. نحن نعرف أنه ألقى زعيم الحوثيين ألقى خطابا ليس تدشينيا ولا افتتاحا للمراكز الصيفية، جاء خطابا متأخرا كتعقيب استدراكي لإنقاذ الموقف وللدفع بالمواطنين أو حض المواطنين على الدفع بأبنائهم إلى المراكز، بعد جاء الخطاب بعد فترة التسجيل انتهاء التسجيل وافتتاح المراكز وبدء أعمالها، بمعنى أنه خطاب استدراكي لحض الآباء على الدفع بأبنائهم إلى هذه المراكز جراء انخفاض وقلة وإحجام كثير من الأسر عن الدفع بأبنائها إلى المراكز الصيفية. أيضا زعيم الحوثيين ألقى يعني حض الآباء أيضا على حضور هذه الدورات، ما يؤشر على وجود يعني تحول في العلاقة بين المجتمع وتعاطيه أو موقفه من المراكز. طيب سيد عبد الرزاق، يعني قياسا إلى مدى الوعي، يعني إلى أي مدى يعني نستطيع القول أن الناس أصبح لديهم وعي بخطورة ما تقوم به هذه الجماعة، يعني خصوصا إذا ما أتينا بالنظر إلى يعني معظم المواطنين وبالذات في مناطق سيطرتها، هناك الكثير من الناس تماهوا تماما مع هذه الجماعة عندما دخلت وسيطرت على الكثير من المناطق، وبات الكثير منهم يتحدث بنفس اللغة ويتحدث يعني بنفس العقيدة أيضا، وهذا شيء ينم عن جهل أساسا. ولكن نتساءل هنا ما مدى وعي الآباء، وكم يعني نستطيع القول بأنه يعني كم نسبة الناس الذين يعون تماما بخطورة هذا الفكر؟ مرت سنوات كافية لإحداث تراكم في وعي المجتمع من يعني في وتناميه إزاء مشروع الحوثي المدمر والمنتج للعنف والمدمر للأجيال والذي يهدد الأمن، أمن المجتمع وأمن الأسر والأمن القومي الوطني للبلد ككل. هذا التراكم يتحول الآن إلى مقاطعة أو انسحاب اجتماعي من هذه المراكز. انسحاب قد لا يكون على شكل مقاطعة أو لم يتبلور بعد إلى مقاطعة شعبية عامة أو موقف اجتماعي منظم ومتماسك، إنما يؤشر على وجود على أن المجتمع في مناطق سيطرة الحوثيين صار بمقدورهم أن يتجاسروا ويقولوا لا إلى هنا يكفي، صار بمقدورهم أن يفعلوا شيئا من أجل حماية الأبناء الذين تستهدفهم ميليشيات الحوثي لإنتاج إرث دموي عنيف عابر للزمن وعابر للمستقبل والأجيال. طيب سيد عبد الرزاق، يعني هنا أيضا واقع الحال في المناطق الخاضعة لسيطرة هذه الجماعة، ربما صار الأمر أشبه بالإجبار والإكراه على الأسر في مسألة إرسال أبنائهم إلى هذه المخيمات. يعني البعض أو بعضهم على مستوى الحارات يعني هو ليس مقتنعا بالأساس أن يذهب أبنائه إلى هذه المخيمات، ولكن تجده خوفا من عاقل الحارة حتى لا يعني يركز بأن هذا الشخص أساسا غير متماشي مع فكر هذه الجماعة، أو أنهم أحيانا يأتون بأناس ليفرضوا على أولياء الأمور بأن يسوقوا أبنائهم إلى هذه المراكز الصيفية. نتساءلنا كيف تستطيع الأسر مواجهة هذه الأساليب؟
تستطيع الأسر مواجهة هذه الأساليب من خلال التحصين الاستباقي للأبناء، مش يعني ينتظروا المراكز الصيفية وفي هذا الموسم يبدأوا مقاطعة هذه المراكز، أو يعني ينتظروا عند دخول الطفل إلى المدرسة ويبدأوا يعني بتحصينه. لا، يجب أن يكون التحصين تحصين استباقي على يعني قبل دخول المدرسة وقبل الالتحاق بالمراكز الصيفية. لحد الآن الميليشيات الحوثي تستطيع أن تمارس أدوات الضغط أو قهر ضد المجتمع بسبب عدم وجود حركة مجتمعية منظمة ومواجهة للمشروع الحوثي في الأطر القانونية والسلمية. العالم الآن يتوجه دولياً وإلى محاربة ومكافحة العنف والإرهاب، وإلى يعني تصفية المدارس من أي أفكار تنمي مشاعر العداوة وتنمي مشاعر العنف والإرهاب لدى الأجيال. على العكس، ما يحدث هنا في اليمن وفي مناطق سيطرة الحوثيين، تستغل يعني هذا الفراغ بتزوير المناهج أو بتحريفها وبإنتاج فكر تقوم بمؤسسته عبر المؤسسة التعليمية، وهو فكر صريح وواضح لدى الجميع وبكل اللغات يمكن ترجمته على أنه فكر عسكري إرهابي تطرفي. يجب على المجتمع أن يتعاطى مع ما يقوم به الحوثيين من زاوية مكافحة المشروع الحوثي على أنه مشروع داعم ومنتج للعنف والإرهاب، بعيدا عن مفردات الطائفية، لأن المجتمع الدولي يتعاطف مع هذا الجانب ويعتبر مفردات الطائفية يعني ترتبط أو تحيل إلى أقلية مضطهدة دائما. نعم. طيب سيد عبد الرزاق، يعني بلا شك أن هناك الكثير من الناس الذين ينساقون وراء يعني هذه الدعوات ويرسلون أبنائهم إلى هذه المخيمات ومن غير وعي. لو تسألنا عن المخاطر المستقبلية لهذا التفخيخ الفكري وعلى وحدة النسيج الاجتماعي للشعب، المخاطر يعني تعود ويعود الضرر بشكل مباشر على الأسرة. الطفل الذي أو الابن الذي سيلتحق بالمراكز التعليمية ويخضع لعملية غسيل فكري عبر الملقنين الحوثيين، سيعود ويتمرد عائليا ويرتكب الجريمة العائلية. ونحن نعرف أن هناك تصاعد في يعني في ظاهرة الجريمة العائلية ارتبطت مباشرة بمواسم المعسكرات الصيفية، وهي دخيلة ظاهرة جديدة على المجتمع اليمني. الفكر الحوثي يقوم على يعني تحويل الجريمة إلى بطولة، إلى يعني تمجيد الموت، تمجيد العنف، تمجيد التمرد العائلي، ويعني والتفكك أيضا. يتحول الطفل الذي يلتحق بهذه المراكز إلى قاتل أو مجرم، يبدأ بعائلته ثم المجتمع وما إلى ذلك، هذا إن لم يموت في الجبهات. نعم. طيب هنا نترك المجال في نهاية هذه الفقرة لرسالة تود توجيهها من خلال هذه النافذة. على الآباء وأولياء الأمور في مناطق سيطرة الحوثي أن يرفعوا أصواتهم، ومعهم الحق القانوني، ومعهم سيكون الدعم الدولي في مواجهة أفكار العنف والإرهاب وتحييد الجانب الطائفي على أساس كسب التعاطف الدولي والإسناد الدولي. وعليهم أيضا المؤسسات، مؤسسات القطاع الخاص، مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات التعليمية والمجتمعات المحلية، عليهم أن يشكلوا حركة متآزرة لتصوير الأمن المجتمعي المتماسك وحمايته من أي اختراق حوثي. هؤلاء الأجيال الذين يستقطبهم الحوثيون هم يشكلون خطرا، وفي نفس الوقت هم ضحايا أيضا. ويجب أن يعمل الآباء وأولياء الأمور والمجتمع ككل شيئا من أجلهم، من أجل إنقاذهم من هذا الغول المتوحش.
نعم، أشكرك جزيل الشكر سيد عبد الرزاق الحطامي إعلامي تربوي، كنت معنا من مأرب، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ننتقل الآن لنقاش المحور التالي. للتذكير والتنبيه بخطر الألغام الأرضية الفاتكة على المجتمع اليمني أفراداً وجماعات وأثارها المترتبة على حياة المدنيين، أطلقت الشبكة اليمنية لمكافحة الألغام حملة واسعة تحت شعار سلموا خرائط الألغام. تشير الإحصاءات التي كشفت عنها الحملة إلى أن الألغام تسببت بمقتل 2818 مدنيا، منهم 543 طفلا و255 امرأة و143 مسنا خلال الفترة من أبريل 2014 وحتى مارس 2022. إعلاميا لقيت الحملة صدى واسعا، تفاعلت معها مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل، إلى أن التساؤل الأهم يتصل بحجم التأثير الذي يفترض أن تحدثه هذه الحملة بما تمثله من أهمية إنسانية، وما رجع الصدى الذي لمسه القائمون عليها حتى الآن. نناقش ذلك مع عضو الهيئة الإدارية للحملة الصحفي خطاب الروحاني، وأرحب بضيفي عبر الهاتف. سيد خطاب، بداية مساء الخير. مساء النور. أهلا بك سيد خطاب. نتساءل هنا، ما منطلقاتكم لإعلان هذه الحملة؟ أولا هذه الحملة فيها كثير من الصحفيين والناشطين والمنظمات الحقوقية والإنسانية، وجميعهم كان يتساءل سؤال واحد. كثير من المنظمات هذه نشرت تقارير حول الألغام وتحدثوا عن قصص دائمة ومؤلمة بشكل يومي، لكنهم اشتكوا بأن هناك ليس هناك تفاعل كافي بحجم القضية وبحجم المشكلة. وحينما سألنا أنفسنا أنه أيش المشكلة، من لماذا لا يتفاعل الناس مع هذه التقارير المهمة؟ نحن مثلا على سبيل المثال نشر أكثر من 10 تقارير صحفية حول القضية لكن لم يتفاعل معها أحد. والسبب حقيقة أن هذه قضية قديمة جديدة، لا يشعر الناس بأنها مهمة أو لا يشعروا بأهميتها. بينما تخيل معي أنه في خلال الشهر الماضي كان هناك 25 حادثة حصلت في منطقة واحدة فقط، 25 حادثة. تخيل معنا صحراء الجوف جاءت أغرسها الحوثيون عبارة عن حقل ألغام، ثم جاءت الأمطار والرياح وجرفت هذه الألغام وغطت الصحراء كامل. تخيل من الأحد يستطيع الآن أن يدخل في هذه المكان الشاسعة وهي أراضي زراعية بالمناسبة. لكن سيد خطاب، يعني هناك من يتساءل لماذا اليوم بعد 7 سنوات من الحرب والاستخدام الكثيف لهذه الألغام؟ ليس هناك وقت مثالي حقيقة. يعني ربما اليوم انتبه لها الناشطين وربما ستموت غدا وتصحى من جديد. يعني هذا عمل في النهاية يفترض أن يكون عمل المجتمع المدني ومن جهة، وأيضا الحكومة من جهة أخرى، وهي عمل النخبة يفترض أن يعني تقوم بالتوعية، والصحفي يقوم بواجب التغطية، والمنظمات تقوم بواجب التوعية، وكل طرف من أو كل طرف من أطراف النخبة أو الناس القادرين على الوصول إلى المعلومة أو إيصال المعلومة عليهم أن يقوموا بالواجب. القضية بسبب أنه لدينا مشاكل كثيرة وكل مشكلة هي أكبر من الأخرى، أعتقد حصل هناك تجاهل لها، ولكن لا يعني هذا أن نستمر في التجاهل. لدينا الآن فرصة، وهي هناك هدنة وهناك خطوات بناء ثقة. أحد خطوات بناء الثقة التي تطرح دائما هي تبادل الأسرى، وتبادل الأسرى أيضا موضوع مهم وهناك معاناة كبيرة، ولكن أعتقد أنه من الطبيعي جدا يكون من ضمن خطوات الثقة هي تبادل الخرائط. أنا لا أقول تبادل الخرائط وإنما تسليم خرائط الألغام، خصوصا من قبل الحوثيين الذين زرعوا ملايين الألغام. هناك مناطق مدنية ليس فيها صراع عسكري لحد الآن، يعني هناك مناطق في الحديدة لم يعد فيها هناك اشتباكات. لماذا لا يسلم الحوثيين خرائطها، خرائط الألغام فيها، في شبوة، في بيحان، وفي تلك المناطق؟ الآن هناك حاجة للعمل لتطهير الألغام. تخيل أنت نهم مديرية كاملة ملغمة، لا يستطيع أحد أن يدخلها أو أن يمر بسلام فيها.
سوى طريق ضيقة جدا وهي الطريق اللي تمشي فيها منها السيارة واللي يحتاجها الحوثيين أصلا للتعزيزات العسكرية. هناك سؤال، هل يوجد لدى الحوثيين خرائط لكل هذه الألغام؟ إذا كان يوجد لديهم خرائط فعليهم تسليمها، لأنه في الأخير هذه لم تعد مناطق صراع، هي تحت سيطرتهم أو تحت سيطرة الطرف الآخر والمدنيين يسقطون بشكل يومي. واحد، إذا لم يكن لدى الحوثيين خرائط فهنا جريمة أكبر. لكن هل تتوقعون سيد خطاب بأن هذه الجماعة وهذه الميليشيا تمتلك الضمير حتى يكون لها خرائط الألغام مرسومة؟ بمعنى دائما خرائط الألغام تأتي بالحروب بين الجيوش المنظمة واللي هي يعني حروب بين دول، وبالتالي بعد انتهاء هذه الحروب تتبين خرائط الألغام ويتم العمل على إزالتها. هذه الجماعة غير آبها بالناس وغير يعني أو لا تحمل أي مسؤولية في هذا الجانب، ربما قد تكون تزرع الألغام أمامها، وبالتالي يعني الحديث عن خرائط بعيد. هناك نقطتين هنا، إذا لم يكن لديهم خرائط هناك جريمة كبرى، أنت تزرع ملايين الألغام، إيش الهدف من زراعة الألغام هذه؟ إيش خطتك في البداية لما زرعتها؟ أنت تخليهم للنهاية، يعني حتى أنت الآن سيطرت على اليمن كامل ونص البلد ملغم، يعني إيش هدفك في زراعة هذه الألغام؟ فهي جريمة طبعا أكبر، يفترض أن تدان، يفترض أن تمنع، يفترض تكون هناك عقوبات لمن يزرع الألغام وحظر المواد التي تستخدم في زراعة الألغام. ينبغي أن تكون هناك استجابة مختلفة. لكن طبعا أنا رأيي وأنا أؤمن أن لدى الحوثيين على الأقل خرائط لثمان 80% من الأماكن التي زرعوها، لأنه في أكثر من منطقة، مثلا في شبوة حصل اتفاق بين القبائل وبين اتفاق سابق وبين الحوثيين على انسحابات معينة، ترتيبات أمنية معينة، وبالمقابل سلم الحوثيين خرائط الألغام وتم نزع الألغام. في مأرب أيضا يتم بين الحين والآخر اعتقال شخصيات أو الهجوم على مواقع الحوثيين، ويشوفوا أيضا فيها خرائط الألغام ويتعاملوا معها. لما تحدث الحوثيين في البداية في الحديدة مع بعثة الأمم المتحدة في الحديدة، كان هناك أيضا خريطة إلكترونية، كان يملك الحوثيين خريطة إلكترونية لأماكن الألغام، لكن في طبيعة الحال هم ينكروا لأنهم لا يريدون تسليم الخرائط. طيب. وهذا هو السؤال، وهنا يجب أن يكون الضغط. أنا لا أقول بأنه كل المناطق اللي زرعوا فيها ألغام لديهم خرائط، وإنما هناك بعض المناطق، أعتقد هناك بعض المناطق لديهم الخرائط فيها، يجب أن يتم الضغط عليهم لتسليمها والإثبات على الأقل أنهم يحترموا ولو على الأقل نسبة بسيطة جدا من يعني حياة اليمنيين، أو يعني على الأقل يثبتوا بأنهم بمقابل التنازلات الكبيرة التي قدم لها الطرف الآخر، فتح مطار صنعاء، قبول الجوازات الصادرة عن سلطة. جميل. لكن سيد خطاب، يعني إلى أي مدى أنتم متفائلون في أن تحدث استجابة لهذه الحملة، خصوصا بأن هذه الهدنة يعني الذي يتابع لها بتمعن هي هدنة هزيلة جدا؟ يعني إذا كان فتح معابر ما بين تعز يعني أو مناطق سيطرة الميليشيا والجيش في تعز، يعني أصبحت شبه من المستحيل بحسب متحدثين من داخل الجماعة، بمعنى أن هذا الأمر يقول بعيد المنال أن يرفع الحصار أو يتم الحديث عنه فيما يتعلق بتعز. أيضا فيما التنازلات التي قدمتها شرعية في موضوع مطار صنعاء، وهي يعني انطلاق أول رحلة، أمر يعني شائك جدا، وقد يعني لا نشهد الرحلة القادمة، بالتالي موضوع كبير بحجم موضوع خرائط الألغام، هل متفائلون إلى هذا الحد بأن تلاقوا استجابة؟ شوف، يفترض أنه يتم العمل بغض النظر عن إمكانية، يتم رفع الوعي حول هذا الموضوع بغض النظر استجاب الحوثيين أم لم يستجيبوا. نحن في الواقع هذا مهمتنا جميعا كمجتمع، أن نهتم بهذه القضية وأن تكون ضمن أولوياتنا، على الأقل أن ينتبه الحوثيين بأن الناس يعني يدركوا أن بمخاطر ما يفعلون، على الأقل الآن وصاعدا أنه يكون لديهم يعني خرائط أو إجابة على التساؤلات التي يسألها الناس. طبعا أنا أقول لك، يعني هي قضية الحصار، حصار تعز، ربما لدى الحوثيين من منظور الحوثيين طبعا ومنظور منظور يعني أكيد ضيق، هناك مبررات عسكرية، تمام، مبررات عسكرية يمكن أن يتشدقوا بها. موضوع المطار صنعاء هناك أيضا يعني عنكريات يمكن أن يتشدقوا بها. لكن في موضوع الألغام،
لا يوجد لديهم مبرر عسكري ولا هي إشارة على ضعف عسكري على الإطلاق. يعني هناك مناطق مدنية تامة، يعني سواء كانوا تحت سيطرتهم أو تحت سيطرة الطرف يعني الشرعية، لا يوجد لديهم مبرر عسكري يجعلهم يتحدوا أو يرفضوا تسليم الخرائط. إلا لا، هم ينظروا للطرف الآخر، يعني بمنطقة ليست خاضعة لسيطرتهم، هم ينظروا لمن يسكن بهذه المنطقة بأنهم أعداء سواء كانوا مقاتلين أو مدنيين. يعني ربما هذا يعني سبب من الأسباب، لكن لا نستطيع أنه في الأخير لا نضغط، لا نستطيع إلا نضغط، لأنه ما الذي يمكننا فعله؟ تعرف إحنا معنا طيب. ملايين مثل الغام. إجمالا هنا إذا تحدثنا سيد خطاب عن حجم التأثير لهذه الحملة، وما رجع الصدى الذي لمستموه كقائمين على هذه الحملة حتى الآن؟ شوف، هذه من الحملات النادرة التي تفاعل معها الناس كثير، لأن الناس شعروا حقيقة بأنها قضية، يعني بدأ أن يشعر الناس بحجم وثقل هذه القضية، ولكن التفاعل لحد الآن ما زال في إطار التفاعل المجتمعي وتفاعل الناشطين وتفاعل الصحفيين. ولكن هناك طبعا إشارات إيجابية من قبل مكتب المبعوث، واليوم تم اللقاء به، وأيضا من قبل السفير البريطاني، وهو أيضا تواصل مع الحملة وأبدى تأييده للحملة. هناك أيضا برنامج يعد له كثير من اللاعبين حول الألغام، وتواصلوا أيضا بالناشطية الحملة بأنهم يحتاجوا إلى طريقة للتعامل أو للتواصل مع المبادرات المحلية. ولكن أعتقد أن هناك ما اكتشفنا خلال فترة الحملة هو الحاجة الماسة للبلد، الحاجة ماسة إلى مبادرات مجتمعية، يمكن أن مبادرات مجتمعية في مكافحة الألغام، بحيث أنها يكون عملها يبرزوا عملها بما يكفي للمجتمع الدولي لأن يدخل في شراكات وفي في حديث معهم. جميل، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر السيد خطاب الروحاني، كنت معنا. خطاب الروحاني عضو الهيئة الإدارية للحملة، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا ننتقل إلى المحور الثالث. بينما تحرض ميليشيا الحوثي على استغلال كل عطلة لاحتواء الأطفال والطلاب لشحنهم بالفكر الطائفي وإعدادهم ليكونوا مجرد وقود في حرب الحوثي الخاصة، تقف الحكومة الشرعية موقفا لا مبالي بمصير مئات الآلاف من الطلاب والأطفال والشباب في مناطقها، وتتكرر الدعوات كل عام لاستغلال أوقات العطل بشكل إيجابي وبما يعود بالنفع على الطلاب. ومع قدوم الإجازة السنوية لهذا العام، أردنا فتح التساؤل من جديد لنطرحه مباشرة على الطلاب والأطفال، لنعرف ما الذي يريدونه من الحكومة في العطل الصيفية. ضيفنا لهذا المحور ستكون الطفلة حماس إسماعيل مقبل، نبدأ النقاش معها بعد أن نشاهد سويا هذا الاستطلاع. الميليشيا الحوثي تولي اهتماما كبيرا للأطفال لأنه تعتبرهم هذا المخزون أو السلاح القادم خلال السنوات القادمة. الحكومة الشرعية ليس هناك اهتمام في الأطفال وعمل المراكز المخصصة لهم لتصحيح المعلومات أو لبناء أفكار جمهورية تحارب الإمامة. الحقيقة الحكومة الشرعية لم تقم بواجبها كما ينبغي، وإلا في الأصل أن تهتم بهؤلاء الشباب. والمعركة ليست معركة عسكرية بالدرجة الأولى مع الحوثي، يعني هي معركة يعني مصيرية، معركة مستمرة، جانب فكري وجانب عقائدي. المعركة المؤجلة في الحقيقة في حقيقة الأمر، المعركة المؤجلة هي المعركة الفكرية، المعركة الثقافية، معركة الوعي، معركة الدين والعقيدة. لأننا أمام جيل يجرف هويته الحوثي 7 سنوات إلى الآن، جيل جديد الذي كان في صف أول أساسي الآن هو في 7، يعني أصبح شاب مشحون شحن طائفي غير عادي. ويعني الأصل الحكومة الشرعية تهتم بهذا الجانب ولا تغفل موضوع المراكز الصيفية. المناهج التي ينزلها الحوثي من ملازم وغيرها في المراكز الصيفية هو لم يستطع أن ينزلها في المدارس بشكل رسمي، يعني دفعة واحدة، لأنه هناك مقاومة في المجتمع ولا زال هناك وعي. استغلال هذه على الحكومة ممثلة بوزارة الأوقاف خاصة فتح مراكز صيفية، استغلال العطلة الصيفية
للطلاب في مناطق سيطرة الحكومة من أجل توعيتها من هذه الأفكار الخبيثة، من الأفكار الهدامة، سواء لجماعات الحوثي أو لأي جماعات المتطرفة الأخرى. العمل على توعيتهم في كل السبل والوسائل لحمايتهم من مخاطر هذه الجماعات، من مخاطر هذه الأفكار واستغلال العطلة الصيفية. إذن تابعنا هذا الاستطلاع، ونذهب لترحيب بضيفتنا الطفلة حماس إسماعيل. حماس، مرحبا بك ومساء الخير. مساء النور. كيف حالك يا حماس؟ الحمد لله. كيف الدراسة؟ خلصت الدراسة ولا لسه؟ لسه. كم باقي؟ شادخل أن تاسع، يعني باقي ثلاث. لا أنا أقصد خلصت دراسة السنة هذه، مش إنه الدراسة كاملة، يعني بدأت العطلة ولا لسه؟ أيوة خلصت. يعني الآن إجازة؟ أيوة بدأت. كويس. طيب هذه العطلة كيف تعيشيها أنت، يعني هذه السنة ولا السنة اللي راحت كطفلة أكملت الدراسة، كيف تقضي فترة العطلة؟ والله نصوم رمضان، ثم نفرح بالعيد، عيد الفطر، ثم ندخل بدراسة دورة إنجليزية أو دورة حاسوب أو أي شيء من الدورات. طيب هذا أنت يعني بالعطلة اللي هي عطلة الصيف تروحي تدرسي دورات إنجليزية. زملائك والناس اللي كنت تدرسي معهم، نعم، بالمدرسة، كيف يقضوا هذه الإجازة؟ يأتي هذا العام بين عيدي عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك. بعد أن قضى الأطفال أجواء فرحية بعيد الفطر، على الرغم من قلة الأماكن الموجودة، الترفيهية في مارب خاصة وباليمن بشكل عام. طيب جميل، لكن أنا أقصد هنا، شوفي لما تخلص الدراسة نهاية السنة في معك إجازة أو عطلة شهرين أو ثلاثة أشهر تقريبا. أنت معي حماس تسمعينا؟ نعم. أيوة، شوفي نهاية السنة في إجازة. أيوة. في إجازة ثلاثة أشهر، إيش تسووا بالإجازة هذه؟ نعم، في ناس مثلا يقضوها مثلا يخرجوا ترفيه، يخرجوا حدائق، يخرجوا بدراسة مثلا بالدراسة، يستفيدوا في حاجات كثيرة في دراسة، تقوية الدراسة، أو مثلا دراسة اللغة الإنجليزية، مثلا تعليم اللغة الإنجليزية أو تعليم اللغة، أي لغة مش يدرسوا ويستفيدوا في هذه العطلة. طيب أنتم يعني كأطفال في محافظة مارب على وجه التحديد، وقت العطلة هذه أو الإجازة، إجازة الصيف، إيش اللي تحتاجوه من الدولة تسوي لكم أنتم كأطفال؟ بالنسبة للحكومة وللمسؤولين، بس أعطيهم أن يعطوا الأطفال جزء من اهتمام والرعاية، مثلا بإنشاء حدائق ومنتزهات عامة، وعليهم القيام بالمسابقات الثقافية والرياضية. مثلا في المسابقات هذه فعلوا المسابقات أو أي شيء حتى يستخرجوا جيل قوي متسلح بسلاح العلم والمعرفة. جميل. الآن ما فيش هذا الكلام اللي قلتيه خالص، يعني ما فيش أي مسابقات تقام في مأرب، صح؟ نعم للأسف. نعم. إذن طيب يا حماس، أنت لو تعرفي أنه في مناطق الحوثيين في العطلة، الأطفال بعد ما يخلصوا الدراسة عندهم إجازة ثلاثة أشهر، الجماعة تيجي تأخذهم وتروح تعمل لهم دورات، هذه الدورات بعضها عسكرية، هل هذا الشيء صحيح؟ صحيح أكيد، فيه
فأنا أقول لكن الفعل هذا هل هو صحيح يا حماس؟ يعني الأطفال بعمرك أو يعني نعم صحيح الصغار يأخذوهم كامل ويروحوا يعملوا لهم دورات عسكرية، هل هذا شيء صحيح؟ صحيح. مثلا الذي يدعى المركز الصيفي هذا ليس مركز صيفي، إنما يدعو لتفخيخ عقول الأطفال. جميل. طيب رسالتك للأطفال اللي في مناطق سيطرة الحوثي؟ رسالتي أن أقول لهم احذروا من المراكز الصيفية التي ادعت لها ميليشيا الحوثي، فهي بمثابة تفخيخ عقول الأطفال. لتفخيف أقول لهم أنهم يحذروا من هذه الأماكن، من هذه جميل. من هذا المركز الصيفي. جميل. طيب هنا نقطة أخيرة، رسالتك للمسؤولين والمعنيين في مناطق الشرعية فيما يتعلق بالاهتمام بالأطفال في العطل الصيفية. أقول لهم أن شوية بس جزء بسيط أن يعطوا اهتمام ورعاية للأطفال اليمنيين، أن ينشئوا حاجات كثيرة ترفيهية علشان الناس ينسوا الحروب في العطل الصيفية، ينسوا الحروب، ينسوا سماع الصوت الرصاص والمدافع، لكي ينسوها بس. مثلا يعطوا مثلا يبنوا حدائق، منتزهات، أي حاجة من هذه. وضحت الصورة، شكرا لك يا حماس إسماعيل، كنت معنا من محافظة مأرب. طفلة حماس شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا نكتفي بهذا القدر، نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نقاط، أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل وديع عطا، وهي من جميع أفراد طاقم العمل، حتى الملتقى في أمان الله.